أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل عربية نونجات. هنشوف هذا الكيس الكبير في ايه. شماعات، عشان ما فيش حاجة اسمها كفاية شماعات في الحياة. فيلوكس تانية غير اللي فاتت، عشان ماما في حالة بانيك وانا كنت في مصر قطعت دول عشان افتكرت القطط محبوسة جوه. فجبت نوع تاني من اللي هو مش عنده استك، عشان الكلاب بتعرف تفتح اللي عنده استك. نيزورال، لان النيزورال الاصل بصراحة دي كل الانواع هو احسن حاجة للقش، بس انا مش بستخدمه عشان القش، انتوا عارفين انا بستخدمه ماسك الوشي. نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. دي ماي فيفورت اي باتشز اللي بحطها تحت عيني على طول. انا بنضف الميك اب بتاعي، لقيت كل الليب لاينرز بتوعي سايحين ومتكسرين، فلقيت دول عليهم يعني كل دول بحاجه قليله قوي، مش عارفه كام يعني، بس سعرهم حلو قوي، فقلت اما اجرب هذا النوع الغير معروف هجربه اقول لكم. ماي فيفورت اشواجندا من دوزوفا، سمعت كلام حلو قوي عن الموضوع ده. انا ده ماي فيفوريت من اليجون، ففضل فيه شويه صغيرين، بس سمعت كلام حلو عن شان ده وانه ما عندوش ريحه، وانا بحب الحاجات اللي ما عندهاش ريحه عشان ما تعمل يعني ما تكلاشز مع البرفيوم بتاعي، فهجرب شان ده واقول لكم. اخيرا ده اسمه ايه ده، بخاخة بس الستانلس ستيل. تعالوا اقول لكم انا ليه بحب الستانلس ستيل على البلاستيك. دي اللي بحط فيها الخل، خل بميه وبرشه على شعري عشان القشرة، عشان لمعان شعري. المهم يعني اي حاجة بلاستيك بحط فيها خل، البلاستيك بيتآكل، فدي احلى حاجة للخل وللمنظفات. دي عشان اخلط فيها الليدوك بتاع ده، بيشيل ريحة البيبي والحاجات بتاعة القطط والكلاب، وده برضو هتلاقوه على النون. بخلط شويه صغيرين مع الميه، ولما القطه تعمل في عده في سيس سيس على ما يجي الصبح ونطلعها الشمس. شكرا للي كتبت لي كومنت وقالت على الليدوز ده، يعني مش عارفه اشكرك ازاي بجد. انا حاطاه برده في المساحه دي، بمسح بيه عشان رايح البيبي بيه يا بيبي. هسيب لكم الكود بتاعي تحت، ما تنسوش تستخدموه لو حابين، لو مش حابين عادي. ما تنسوش تحطوا الاي باتشز في الثلاجة، عشان كده مفعولها على الانتفاخ هيبقى احسن. مش عايزة اجربها، بس بصراحة مش متوقعة حاجة، لان ال 12 ب 170 جنيه، فيلا نسواتش. بس الالوان شكلها لطيف. خلينا نشوف اللون النود ده. اوه طري بس مش طري قوي، اللي هو مش هيقوم يديكي خط. لا مش مصدقه نفسي، في سميات. طيب فين الخازوق؟ استنى خلينا نجرب حاجه من البنيات. ده بني وارم قوي، ده مش بني حضرتك، مش ده بني عندك ولا ده ايه ده؟ ما يعني السن اسود واللون بيربل حلو قوي، بس ايه غير اللي فخلينا نشوف. دي هتبقى يعني ايه، افرض انا خارجه دلوقتي وانت قمت مديني اللون ده، وخلينا نجرب حاجه بني 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 بني، نشوف ده هيكتب ايه. لا ده جميل، ده لوني، ده لوني، ده بني بني بني، ده جميل. من ناحيه الكواليتي ام سربرايزد، بس من ناحيه الالوان بيدي الوان مش بيقول عليها. ده احمر، هو مور بيري، احمر بيري مش احمر احمر، بس لطيف. عايزين تجربوا ايه تاني؟ خلينا نجرب النود ده. بيرفكشن بيرفكشن. على العموم انا شايفه
ان انا مش خسرانه في كل الحالات، مبسوطه قوي بالموضوع. بس نجرب اللون على ايدينا قبل ما نحطه، عشان الغطا ملوش دعوه بالبتاع في لون واحد. هو ايه بقى؟ او اتلخبط مع التانيين تقريبا ده. بصوا انا لما نشوف تاني، بس ام سربرايز 12 ب170 يا بلاش. معلش خلينا طمعين شويه، انا عارفه انه ب170 بس عايزين نشوف الثبات. مش الطف حاجه بس ثابت.